تير دوسين لا دوك لي ريسورس ديال الميموار ديال الميموار ديال الديسك دور ديال ديال لارام ديال السي بي يو تيكونوا بارطاجي لي ريسورس بارطاجي يعني ملي كتاخذ شير هوستين غالبا راه كتلقاوهم فابور في سيغ انترنيت يعني شير هوستين تقدر تلقاها فابور وما تيكونوش فيها ضمانات بطبيعه الحال اولا تقدر تخلص عليها شير هوستين شنو هي هو ان هذاك السيرفور اللي غنحطوك فيه انت غنحطو معاك 30000 واحد معاك يعني ما غيكونش ديالك بوحدك غيكون معاك ناس اخرين غيكونوا معاك ناس اخرين يعني هذاك البروسيسور اللي قلنا اللي كيجيري الطلبات ما غيجيريش غير الطلبات ديالك انت غيجيري الطلبات ديالك انت وديال الناس اللي معاك جيرانك معاك الجيران السكن الاقتصادي الضحى اليونس دارنا اقامه بوعديان فهمتي يعني انت قاعد فوق الجيران وتحتك الجيران والصداع وبارطاجي لي غوسوس عندكم نفس السلوم عندكم نفس لاسانسور عندكم يعني هذوك لا رام مثلا ما كتحطش فيها ما تبروسيسيرش فيها غير الداتا ديالك لا الداتا ديالك وديال عباد الله ديسك دور بارطاجي داك الديسك دور مبارطاجينو مقسمينو كل كعكه ها ديالك اخويا ها ديالك انت ها ديالك انت ها ديالك انت البروسيسور تيخدمش معاك انت تيخدم مع هذا وتيخدم مع هذا وتيخدم مع هذا فبالتالي تيكون عندنا واحد الاشكال في هذه النقطه وهي لي بيرفورمانس تيكون عندنا مشكله ديال لي بيرفورمانس يعني السيت ويب ديالك مثلا الا صوتي ان سيت ويب وابلوديتيه تما غيكون عندك صوتي ان سيت ويب مثلا وابلوديتيه شير دوسين يقدر يكون ثقيل يقدر يكون ثقيل علاش غيكون ثقيل لانه هو راه ما خدامش غير معاك انت وملي تجي تقول ليه ماك ثقيل تيقول لك ماني خدام عندك راه خدام عندي شي ناف واحد يعني ما تخدمش غير معاك انت تيكون السيت ويب ثقيل تيكونوا فيه مشاكل في لا سيكوريتي بزاف علاش لانك انت ما قالش بوحدك في هذيك الدار راه معاك الجيران اخي واحترم الجيران الله يحميك الوالدين وانت نصح الناس بلا يحترموا الجيران تيكونوا دي ريسورس بارطاجي كيما قال السي احمد طاهر دي ريسورس بارطاجي تكون شي انت فمثلا قول لي مثلا في مشاكل في لا سيكوريتي جاك تبيراطالي السيت ويب ديالو مثلا شي هاكر عنده شي سيت ويب فريا صاحبو تبيراطالي تبيراطا دابا داك الهاكر دخل هذاك دخل عنده للدار هرس الشرجم ودخل للدار اش غادي يوقع غيدخل عنده هو للدار ويدخل عندك حتى انت فهمتيني يعني واخا تقول لي ما تنهضروش على لا سيكوريتي في الشير دوسين الشير دوسين يبوز بال المهم هذا ما هذا شوف اللي ما فحالوش ولا اللي ما عندوش ولا غير بيض باني يقدر يبدا به مي هو راه ماشي ما زعما ما سيرفر ما توزع انا بعدا نصيحتي ليك في التعامل ديالك ما تخدمش به ضرب لي انت دابا مسيكوريزي السيت ويب ديالك انت في نفس السيرفر معاه انت مسيكوريزي انت ما تسيكوريزي مقاد مع ما سيدي ما كتشرب ما كدير ما والو ما عندكش مع هذا وحدك واحد السكير واحد العربيد مشى بيراطالي السيت ويب دخل هذاك السيت ويب جات لي واشنا غتجمعك انت وياه غايقول لك لا هذا يعني غيتبيراطالي السيت ويب غيدخل ليه هو السيت ديالو غيقدر يبار يقدر يضرب كاع هذوك لي سيت ويب اللي معاه في نفس السيرفر غيتضربوا سيغمون داكشي علاش مثلا هذه هي بينه مزوجات غير باش تعرفوا انا مثلا واحد الهاكر تيجي تيقول لك انا هذا النهار ضربت 500 موقع الكتروني تبارك الله على ما 500 ضربت اي شير دوستين معاه بزاف لي سيت وحطيتهم في الزون شو السلام عليكم هادشي اللي درت يعني تضرب 500 سيت ولا تيقول لك ضربنا 1000 موقع اسرائيلي ديك الهضره هذاك الشيء اشنا هو منين جاي المشكل جاي من الشير دوستين تضرب ولا مثلا انت السيت ويب ديالك سيكوريزي اش كيدير الهاكر في العوض ما يدخل يضرب عليك السيت ويب ديالك وحل معاه كيمشي يشوف لي سيت الاخرين اللي معاك في نفس السيرفر وكيشوف اقلهم حمايه كيضربو وكيوصل لك داكشي علاش الشير هوستين ما من زعما نصيحتي انك ما تمشيش فيه بيه مزيان هذا دابا عرفنا الفرق ما بين هوستين ملي تسمع هوستين اولا تدخل مثلا شي موقع بغيتي تشري واحد الاستضافه تعرف شنو هي هوستين ودابا تعرف شنو هي شير هوستين واه